احمد من فندق اللعيبه. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا ساره، ومساء الخير على زميلي احمد، وكل التحيه لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كريم، تنقل لنا الاجواء عندك في فندق اقامه الفريق النهارده. يمكن في اللحظات اللي باكلك فيها زميلي احمد، طبعا يعني المحاضره الفنيه الاخيره لمستر ريني فايلر هنا داخل مقر النادي الاهلي طبعا بالاسكندريه، المباراه الاهلي والمصري في الجوله 23 من بطوله الدوري العام. ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون موفقه النهارده، الكل يكون في الميعاد والكل يكون على قدر المسؤوليه كالعاده زي ما بناكد كل مره. شفنا الروح القتاليه الرائعه ويمكن حسم المباراه الاخيره في اخر الدقائق. ان شاء الله النهارده كل الدوافع دي تنعكس علينا النهارده، نبدا المباراه بشكل قوي. دخولنا في المباراه ان شاء الله باذن الله يكون موفق لفريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله النهارده في فندق الاقامه كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا لفريق النادي الاهلي. الشعار هو الحماس والجديه والتركيز، هي دي شعار طبعا معسكرات فريق النادي الاهلي قبل كل مباراه. النهارده حسابات فنيه اكيد لمستر ايني فايلر، عندنا بعض الغيابات النهارده، ممكن نشوف عناصر جديده داخله في تشكيل فريق النادي الاهلي نظرا للغيابات اللي موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي على راسها احمد فتحي واليو ديانج. النهارده كمان بيعود لنا وليد سليمان ومحمد هاني، واكيد طبعا احط بين قوسين صالح جمعه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيتمنى النهارده ان شاء الله مع اي فرصه يكون متواجد فيها في هذه المباراه يكون موفق. التزامه كان رائع ومميز جدا خلال الفتره الماضيه، الكل الحقيقه بيدعمه بشكل كبير. سعاده اللعيبه النهارده كانت واضحه وامس كمان قبل ما يتوجهوا الى الاسكندريه، وجمهور النادي الاهلي اللي بينتظر منه الكثير. لكن بشكل عام النهارده الحمد لله كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي قبل التحرك مباشره الى استاد برج العرب ليستقبل هذه المباراه. وبنتمنى بقى النهارده ان شاء الله كالعاده ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي مع الاداء اللي الكل بينتظره، جمهور النادي الاهلي واعضائه ومجلس ادارته واللعيبه كمان ان شاء الله النهارده عايزه تحسب امر هذا الاداء اللي بتمنى ان شاء الله يكون موفق النهارده فريق النادي الاهلي، ويكون ثلاث نقاط حليف النادي الاهلي او يكون ثلاث نقاط النهارده من نصيب النادي الاهلي. زميلنا العزيز كريم احمد من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم يهمنا